كتيرة جدا، بس بيقولوا لي ان الحالات اللي حضرتك جايبها كتيرة جدا، فهنبدأ بحالات غينيا ولا هتبدأ بأثيوبيا؟ نبدأ بحالات مصر وغينيا لانها مهمة جدا، هي بتخلينا نعرف احنا فين ورايحين على فين باذن الله. اتفضل كابتن. الحالات دي مش احنا هنا مش بنقيم كابتن ايهاب جلال، او مش بنتكلم عن الماتش ده بس، احنا هنا بنتكلم عن الشكل اللي ظهر بيه منتخب مصر في ماتش غينيا، وبنربطه باللي كان بيحصل قبل كده. كابتن ايهاب لعب بنفس طريقه اللعب اللي كان بيلعب بيها كارلوس كلوش، 4-3-3، حمدي فتحي في النص على يمينه، امام عاشور، وعلى شماله عمرو السوليه. وكانت الاضافه بالنسبه لنا اول مره يكون لعيب في نص الملعب مختلف شويه، اللي هو امام عاشور، اللعيب رقم 8 اللي دايما كنا بنبحث عنه بجوار عمرو السوليه. تعالى ناخد الصوره الاراء سريعا عشان ما نطولش. شكل الدفاع المنتخب مصر غالبا كان نفس شكل الدفاع الكارلوس كلوش، 4-4-2، خطوطنا قريبه من بعض، واضحه جدا هنا كده يا جماعه، 4-4-2 صريحه في نص ملعبك وانت بتدافع باسمائهم تمام التمام بالزبط. اللي ضمين على جوه، يعني الدنيا زي الفل. ده الشكل بتاعنا برده في الشوط الثاني، 4-4-2، محمد صلاح بيخش يدافع عشان يضغط على السنتر باك، وعمر مرموش. نروح للصوره اللي وراها. بص يا كابتن، احنا كان عندنا مشكله عشان كده ما بنتكلمش عن ماتش غينيا بس، حتى مع كارلوس كروش المشكله في الخروج بالكوره، المشكله في التدرج دي بالكوره. كارثة. اي فريق بيضغط على منتخب مصر، النادي الاهلي في ثالث ملعبه، الزمالك في ثالث ملعبه، كل الكوره المصريه بالظبط كده يا كابتن، يمكن احسنهم شويه بيراميدز. بالظبط بجد، يعني عشان اكون امين يعني. والحلو في الموضوع ان كابتن ايهاب جاي من بيراميدز، وكابتن ايهاب هو مدرسه التدرج بالكوره والطلوع بالكوره. بص حضرتك كابتن، احنا بنبني الهجمه بكام لعيب؟ بسبع لعيبه. بسبع لعيبه بنطلع بالهجمه، وبص المساحه الفاضيه اللي قدام ايمن اشرف، هنا لازم اوتوماتيك لعيبه منتخب مصر يبقى عندها حركيه، لازم لعيبه منتخب مصر تبدا تطلع وتتقدم، ما ينفعش ايمن اشرف يبقى قدامه المساحه الكبيره دي وهو واقف. تعالى ناخد الصور هنجري فيها، لان حضرتك هتلاقي نفس الحالات اللي هي هنا. امام عاشور، 8 لعيبه المنتخب مصر في نص الملعب. حضرتك بص منتخب غينيا بيضغط عليك بكام؟ وده غينيا مش السنغال ولا الجزائر. بيضغط بسبعه عليك بثمانيه. بيضغط بستراكشر بيسموه ماينس 2 لان حارس المرمى متشارك. هنا بقى منتخب مصر ثلاثي نص الملعب كله فلات، كله على خط واحد احيانا. حمدي جنب السوليه جنب امام عاشور. بشكل مركز 8 لازم يكون في لعيب 6 وفي 2 8ات متقدمين لقدام شويه. ناخد اللي وراها، هنا شكل منتخب مصر. بص يا كابتن، امام عاشور لافف راسه لورا، ودي نقطه فيها قافه عند لعيبه نص ملعب منتخب مصر. هو هنا بيعمل على حاجه اسمها مسح او سكاننج، بشوف مين حواليا كابتن. بشوف مين في ظهري عشان استلم بوضعيه جسم، اعرف اعمل ترن، لو في حد في ظهري اعرف الف بيه واروح. هنا بنبني باربع لعيبه. بص حضرتك اللي معاك الكوره ده محمود حمدي الونش. حضرتك هتبص على اخر السكرين، عمر جابر الباك رايت واقف، الباك ليفت واقف في نص ملعب. لازم عمر وايمن اشرف يطلع كابتن خطوتين لقدام. النهارده كان احيانا كارلوس كروش بيفتح عرض الملعب بالثمانيات والفول باكس عشان يطير فتوح مثلا وعمر كمال عبد الواحد. لازم دايما عمر جابر يبدا يتحرك عمليه بناء اللعب. بص عمرو السوليه اللي نزل ياخد الكره منهم. بص يا كابتن المنظر، المساحه الفاضيه اللي قدام ايمن اشرف، المساحه الفاضيه اللي قدام عمر جابر. طب لو عمر جابر اتقدم، محمد صلاح اوتوماتيك هيخش في القلب شويه، هيبدا يشكل خطوره، هيبدا منتخب مصر ينتشر. وقفت ايمن اشرف بجوار الونش قريب منه جدا، ولا عنده مساحه، ولا خد له 15 خطوه بالظبط. طلعت حضرتك بالظبط. بص كابتن، بس خلي بالك يا اسلام، اتفضل. دايما عندنا نقطه انه بيبقى في خوف ان تلعب تتقطع من الراجل ده، فتبقى طبعا هجمه يقول لك ايمن مش في مكانه. طبعا ثقافه الخوف اللي موجوده عند اللعيبه دي، اللي حضرتك قلته ده اللي حصل في الكوره اللي اتشاطت عدت جنب القايم. غلطه من عمر جابر راحت الناحيه الثانيه في الجبهه، فعلا كان ايمن بدا يتقدم. لكن لازم وانا بطلع بالكوره كابتن اكون عارف ان انا منتشر صح، لان اي منتخب بيضغطك مش هيطلعك بالكوره اصلا. بص حضرتك هنا الونش لجأ للطويل. بص يا كابتن تاني المنظر، عمر جابر واقف. عمر جابر لو اتحرك بس لقدام هياخد بعد خط السنتر. حضرتك بص اللي واقف في نصهم ده، ياسر ابراهيم والونش، حمدي فتحي بينزل يستلم في نصهم. وحتى انا افكرك الجول الاولاني في الاهلي، ما برضو ما عرفتش تبني، اتقطعت من ياسر بعدين راحت لحمدي، اتقطعت من حمدي، الراجل سدد هدف. ده اللي حصل بالظبط. دي القافه اللي موجوده. هفكر حضرتك بحاجه، ماتش الاهلي والبنك الاهلي، الاهلي والسيراميكا، الاهلي وامبي، وامبي والزمالك، قد ايه كانوا متعبين للفرق الاهلي انه يقدر يطلع بالكوره اصلا ويتدرج بالكوره. اي حد بيضغط على الكوره المصريه كلها في الحته دي بيضايق من ايامنا بالظبط. يعني يمكن الفتره الاخيره دي انتشرت قوي يا كابتن، وعندنا مشكله كبيره جدا فيها. فمعلش هنرجع تاني لحالات نجري شويه عشان نوضح لك احنا بنلعب 4-3-3. ايه الادوار اللي مطلوبه من الفول باكس بتوعنا يعملوا ايه؟ خلينا بقى ناخد الصور اللي وراها على طول. هنا محمد مجدي قفشه وامام عاشور بداوا يستلموا. سؤالي اتفضل يا كابتن، نزول مجدي قفشه وابراهيم عادل مصطفى محمد غير من شكل الاداء من كتير. انا بشوف كتير. انا بشوف ان مصطفى محمد لازم يتواجد. عمر مرموش هايل، ولكن جيم زي ده مش جيم عمر. عمر عايز ياخد في ظهر الديفنس، عمر عايز يبدا كانه هو المهاجم الثاني اللي تحت مصطفى، هو اللي يجي من تحت.
لكن هنا مصطفى هو اللي يقدر يتحرك يقدر يعمل كثافه. لما نزل قفشه وابراهيم عادل بقى عندنا كثافه عدديه في الوقت ده، اتحرر كمان عمر جابر وايمن اشرف بقينا بنهاجم بخمسه وبسته. هو ده الطبيعي المنتخب مصر لما تكون معاك الكوره لازم تضغط بخمسه على طول. بس كابتن هنا عمر جابر طلع اوتوماتيك، محمد صلاح دخل لجوه استلم في المساحه اللي بيستلم فيها مع ليفربول. لكن طول ما انا عمر واقف ورا صلاح مش هيعرف يستلم طبعا. بص هنا بنطلع بالكوره، هنا عمر مرموش هو اللي قرر ينزل عشان يستلم الكوره في نص الملعب لان الفريق مش عارف يطلع. عمر ده اللي جنب الحكم بالظبط. بص يا كابتن سبع لعيبه في نص الملعب، بص صلاح راجع فين، صلاح هينزل يستلم اهو. الصوره اللي وراها هتلاقي في مساحه فاضيه لو عمر جابر اتحرك في الصوره اللي وراها، صلاح هيحط له الكوره ببطن رجله بالزبط. عمر هيزقها ويروح، لكن عمر وقف مكانه فصلاح اضطر يرجع دايما متاخرين حوالي 15 خطوه بالظبط. دي نقطه مهمه جدا لان الكوره الحديثه ما فيهاش كده. هنا المنظر ده هو المنظر المثالي في الاثنين التمانيات، امام عاشور في نص الملعب بتاع غينيا، عمرو السولية مكمل هو كمان في نص الملعب، فبالتالي انتشار منتخب مصر بالعرض خمس منتشرين هجوميه. عمرو السولية بيعرف يكمل كويس جدا، امام عاشور بيعرف يكمل كويس جدا، فده الشكل الطبيعي لينا لازم نكمله. معلش هنكمل بسرعه عشان كده كابتن استحواذ منتخب مصر من النسبه الكبيره ده 66% في نص ملعبنا. احنا استحوذنا قدامهم نسبه كبيره 63%، 66 منهم كان في نص ملعب منتخب مصر. دايما بسمع الساده الافاضل المحللين زي حضرتك والافاضل اللي بيحللوا من نجوم كرة القدم يقول لك اللي يستحوذ على نص الملعب يستحوذ على المباراة، هل ده حصل؟ احنا استحوذنا 66% بالظبط بس في نص ملعبنا احنا. بس ما حسيتش باستحواذ على المباراة. انت في نص ملعبنا، في نص ملعبنا احنا متأسف. بنسلسل الكورة ما بين الديفنس وثلاثي نص الملعب، عشان كده انا مش مؤمن قوي بحتة الاستحواذ. وانا مع حضرتك مليون في المية. يعني الاستحواذ ده ان انا بلعب ناحية اليمين، بلعب ناحية الشمال، بحضر لواحد، واحد بيحط لواحد، واحد بيشوط، يعني ابرك 100 مره من ان انا يعني افضل اعد التمريرات على راسي من فوق التمريرات، بس الخطوره في الاخر عايز نتيجه يعني. بالظبط اللي بيقدر يمسك الاستحواذ طول الوقت ويترجمه لخطوره بالظبط كده هو ده المان سيتي مثلا. بالظبط مانشستر سيتي خلاص كده هم دول بالزبط. لكن انت النهارده طول ما انت مش قادر تطلع بالكوره يبقى انت الاستحواذ بتاعك استحواذ سلبي. لان انت بتروتيت الكوره وبتدورها في نص ملعبك، الفكره كلها في التطوير الهجومي بتاعك. يقول لك عمل 790 الف تمريره بالزبط. يا فرحتي خمس تمريرات ابرك منه وحضرتك هتخد. طب عمل كام كره، كام شوط على الجون، شوط على الجون قد ايه، هو ده الاهم يا كابتن بالنسبه لي. لكن فكره الاستحواذ مطلوبه بس استحوذ واشكل خطوره واعرف اطور الهجمه بتاعتي، ما استحوذش اكمل طبعا مش استحواذ بس بالظبط اطور الهجمه بتاعتي. طول ما انا النهارده يعني على سبيل المثال حضرتك بتتكلم عن ليفربول، ليفربول بيهجم بصلاح مثلا فيرمينيو ماني واللي على الشمال روبرتسون وارنولد الاثنين الاظهره طايرين وبيوقف الثلاثه لعيبه انت مصر. كذا مره بالظبط مانشستر سيتي بيدخل الثمانيات فلازم في 4-3-3 يبقى عندي دور للاظهره او للثمانيات حسب ما المدير الفني بيختار. النهارده لازم يكون الاظهره دي طالعه يا كابتن طول الوقت عشان اهاجم. طب منتخب مصر قدام غينيا شكل خطوره قد ايه؟ ما شكلش خطوره غير في 3 او 4 فرص. فبالتالي النهارده ترجمتك للفرص والاستحواذ ما كانش قوي.